أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. حذرت وزارة الزراعة من استيراد بيض التفخيس بسبب إضراره بمشاريع الثروة الحيوانية، وقالت الوزارة أن فتح باب الاستيراد سيلحق الضرر بمشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مشيرة لضرورة حماية وزيادة الإنتاج المحلي وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم المنتج المحلي واستدامة العملية الزراعية ومعالجة أضرار مشاريع الثروة الحيوانية في محافظة ديالى. أكدت غرفة تجارة بغداد أن المخصصات المالية الغذائية للعراق لا تؤمن إلا 35% فقط من حاجة العراق، وكشفت الغرفة أن تخصيصات قانون الأمن الغذائي الذي قرئ في البرلمان تصل إلى 12 تريليون دينار، وهي تؤمن 35% فقط من حاجة العراق الغذائية في ظل استمرار إبعاد القطاع الخاص من وضع آليات تنظيم شراء الخزين الاستراتيجي الغذائي. قال المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح إن العراق مستورد كبير ومنكشف اقتصاديا، وأضاف صالح أنه في حال كان معدل سعر برميل النفط 100 دولار فإن العراق سيحقق مليار دولار، وأن أموال فائض ارتفاع سعر النفط دخلت الموازنة العامة للدولة، وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، بينما حدد سعر البرميل في موازنة عام 2021 ب 45 دولارا. طالبت مجموعة الاتصال الاقتصادي حكومة بغداد باغتنام ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات في البلاد، وأضافت المجموعة أن على الحكومة أن تغتنم ارتفاع عائدات النفط لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من وطأة تأثير أسعار الغذاء ودعم الفقراء والتقدم في مشروعات إعادة الإعمار في المناطق المدمرة بسبب الحرب، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب العراقي الذي يعيش بطالة مستدامة. أكد خبراء في برنامج الغذاء العالمي أن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تحدث كارثة غذائية محتملة لعدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على رأسها العراق، وأشار الخبراء أن ما يجري في دول مثل العراق ومصر وتونس وليبيا والمغرب ولبنان والسودان واليمن ودول إفريقية ودول آسيا يندرج تماما تحت مسمى الكارثة الغذائية. وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار الحبوب ناجم عن زيادة الطلب العالمي على خلفية انخفاض العرض بسبب انخفاض المحاصيل وانخفاض الصادرات الروسية والأوكرانية، في وقت سيؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض بالمحاصيل ويؤثر على المعروض بالأسواق خلال الشهر المقبل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.